كيف دعوه للرؤساء الانديه. احنا يمكن الدكتور فرحان فرطوسي نوجه له تحيه انه هو اللي راح يحضر يعني يعني ب 11 يوم السبت وراح يتناقشون الامور. احنا بالاساس هو هسه احنا جايين نحكي نقول دوري محترفين. زين هاي السنوات اللي راحت احنا شنو مثلا شنو الدوري؟ يعني مو عقود وملاعب ونقل ومصرف. زين هسه هذا هسه انت تقول دوري محترفين، دوري المحترفين شنو هسه المطلوب من عندنا؟ هسه مثلا شنو المطلوب؟ يعني غير مثلا انت محترف جاي تجيب محترف محلي، عندك محترف اجنبي. محددين العدد مالته 5 6 او ممتاز 5. زين الميزانيه هسه احنا العام راي يطبقون، قالوا يابا قبل لا ننزل احنا هاي المأسات اللي صارت، ايه صارت قالوا يابا انتم ما لكم شغله وانتم بالنسبه للدوري المحترفين ماشي. قعدنا يوم 26/12 ما ادري لا قبل استغفر الله كن بالعاشر هيك قعدنا يابا دوري المحترفين مو انتم قلتوا؟ قال لا كل الانديه ما تقدر تسوي دوري محترفين. اطبق معايير انت قلت تراخيص، التراخيص شلون تطبق؟ انت هسه عندك 1 2 3 لحد 10 تراخيص، اذا واحد من عندهم ما تطبق غير هذا النادي مثلا ما يصير. هو عندنا انديه ما طبقت يدفعون يعني بدل. فاحنا بالاساس يعني المشاركه هسه دور المحترفين احنا جاي بس التسميه. احنا من ذاك اليوم لا احنا هواه ولا احنا محترفين، يعني صارت من 93/94 ولحد الان عقود نصرف اللاعبين تصرف الانديه وشنو الناتج؟ ماكو اي ناتج. تتحملون الانديه؟ طبعا احنا هو طبعا تتحمل الانديه، جزء كبير تحمل الانديه بس انت انت 90% تتحمل الانديه. احنا اكو امور يعني هسه مثلا اكو استثمار، هسه اللاعب انا من اجيبه 5 سنوات، هسه عندي لاعبين شباب اوقع 5 سنوات، 5 سنوات يصير سنتين صار زين، قال لي لو تعطيني عقد مثلا 100 مليون او 150 مليون لو انا اعطيني اطلع. زين شو تطلع؟ يابا خليج النادي يتفاوض ياك؟ لا تجيك العشيره، يجيك فلان، يجيك فلان، كل شيء ما استفاد يعني. فانت هسه الاستثمار جزء من يعني دور المحترفين.